هاشتاغ البس جزائري يوم العيد، حملة على مواقع التواصل تحث على ارتداء ألبسة تقليدية في أيام العيد المبارك ومشاركتها لتخليد قيمتها التاريخية والتراثية. تشوفوا في لي بوست على الفيسبوك انا دايرين على اللباس الجزائري، راكم كيما تشوفوا رانا باللباس الجزائري التقليدي. كي نخرجوا من رمضان وندخلوا للعيد جوزوا بقاميص ولا لباس تقليدي خير من كيما نقولوا سروال جين ولا عفسه، يجوز العيد ومن بعد ساعه. الهاشتاغ لم يستثن الأطفال أيضا الذين ظهروا في هذا اليوم بأبهى حلة تحاكي التراث الجزائري على غناه واختلافه. وكداني أنا بابا نشري حوايج خيط جبادو، صحابي قاع شراو جبادو، أنا تفاهمت معهم باش نلبسو هذا اللباس الجزائري. كل عام وانتم بخير، والدار عطاوني باش نشري جبادور باش نلبسو كل عام في العيد. هذا ويتصدر هاشتاغ البس جزائري في العيد نسبة كبيرة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إحياء الموروث الجزائري التقليدي والدعوة للحفاظ عليه.